إن الخطة التي وقعت بين المغرب والبوليساريو في 1991 استشفت عقد استفتاء لتحديد تقرير المصير، وفي ذلك الحين أنشأت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. ولكن وبعد مرور 33 عاما على توقيعها على هذا الاتفاق لم تحقق مينورسو غايتها. تسعى المغرب اليوم إلى استبعاد وضع الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ولسنوات طويلة، وهي تحاجج بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد. ونحن هنا ندق ناقوس الخطر ونؤكد أمام هذه اللجنة أن الصراع في الصحراء الغربية يعني هو حالة لم يكتمل فيها إنهاء الاستعمار. وبحسب القانون الدولي والميثاق الأمم المتحدة فإن العمليات الاستعمارية يجب أن تسوى عبر المشاورات الشعبية بشأن تقرير المصير، ولا يمكن تطبيق الحكم الذاتي مهما كانت الأحوال كخيار لاستكمال عملية إنهاء الاستعمار. ولم يتم تطبيق مثل هذا الخيار على أي إقليم آخر. إن الحكم الذاتي هو أداة يستخدمها المستعمر ليعزز بل ليطيل أمد السيطرة على أراضي دولة. والقرار 1514 الصادر في 1960 عن الجمعية العامة ينص هذا القرار على أن الشعوب جميعا لها الحق في تقرير المصير. ومن حالة من الأحوال نجد فيها أن هذا القرار يسمح بمنح الحكم الذاتي، لأن الحكم الذاتي من حيث المبدأ يتنافى مع نص وروح تقرير المصير. تقرير المصير يجب أن ينبع من إعراب الشعب عن رغبه وليس من بموجب اتفاق سياسي. الشعب الصحراوي في غالبه لا يشعر بأي أواصر أو أي جذور في المملكة المغربية. الشعب الصحراوي له هويته المنفصلة والفريدة، وهي مختلفة كل الاختلاف عن الهوية المغربية. لغتهم وفنونهم وثقافتهم تختلف اختلافا تاما عن المغرب.